بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية لهذا العام. ودرسنا هذا اليوم هو درس من دروس النصوص وشعر بعنوان في حب مصر للشاعر محمد عبد المطلب، وهذا النص حفظ. وركزوا معي أعزائي الطلاب في كلمة حفظ، لأن الكتب الخارجية والمناهج القديمة هذا النص فيها دراسة، ولكن الشيء الجديد هذا العام أن هذا النص حفظ. أقول مرارا وتكرارا، هذا العام هذا النص حفظ، والكتب الخارجية للأسف الشديد أتت به دراسة، فعليكم أعزائي الطلاب أن تركزوا في هذا النص. نتعرف مبدئيا على الأهداف التي نريد أن نحققها من خلال دراستنا لهذا النص. في نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادراً على أن يتعرف جانباً من جوانب مصر الحضارية والدينية، يترسخ بوجدانه المحبة أو التعاون بين عنصري الأمة، يشرح الأبيات شرحاً أدبياً، ويحدد التعبيرات الجميلة في النص. ننتقل إلى أول عنصر في دراستنا لهذا النص، وهو التعريف بالشاعر. وشاعرنا اليوم هو الشاعر محمد عبد المطلب، وهو شاعر مصري معاصر ولد بمحافظة سوهاج عام 1871 ميلادية، وتوفي عام 1931 ميلادي. ولد 1871 وتوفي سنة 1931. درس بالأزهر الشريف وعمل مدرسا، وشارك في الحركة الوطنية، وتخرج من دار العلوم، وأغلب شعره في حب الوطن والاعتزاز بمصر. شارك في الحركة الوطنية بشعره ومقالاته وخطبه، ومن أهم مؤلفاته ديوان محمد عبد المطلب، وتاريخ آداب اللغة العربية، وكتاب الجولتين في آداب الدولتين الأموية والعباسية، وإعجاز القرآن، وروايتان الزباء وليلة العفيفة. هذا هو تعريف مختصر للشاعر المؤلف لهذا النص. إذن شاعرنا اليوم هو محمد عبد المطلب، وهو من الشعراء المعاصرين. ننتقل إلى الأبيات المقررة عليكم أعزائي الطلاب في هذا النص. يتحدث الشاعر عن عتاب وطنه مصر له بعد عودته من سفره البعيد، ولكنه سرعان ما التمس لها العذر، مؤكدا على أمرين هما حبه لها فهي صاحبة الحسن والحسب والتاريخ العريق والمجد العظيم، والعنصر الثاني أو الأمر الثاني ترابط شعبها الذي لا يتأثر بكلام الحاقدين. النص عبارة عن 9 أبيات، هنقسمها لثلاثة عناصر أو 3 فكر رئيسية. الفكرة الأولى بعنوان حب البلاد يوحد الأمة. اسمعوا معي أعزائي الطلاب الأبيات المقررة عليكم. أتنكر ما بي من هواها
لها العذر زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر فرويدك إنا في العلا يوم ننتمي كلانا أبوه النيل أو أمه مصر لنا ذروة المجد الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتمل الدهر نتعرف على معاني المفردات ومن ثم ننتقل إلى الشرح والصور الجميلة لهذه الأبيات أتنكر ما بي من هواها كلمة أتنكر بمعنى تجحد أو تتناسى وتجهل ومضادها تعترف وتقر أتنكر ما بي من هواها هواها بمعنى حبها وجمع هوى أهواء ومضادها بغضها وكرهها لها العذر كلمة العذر بمعنى الحجة واللوم وجمع العذر الأعذار لها العذر زهاها الصبا زهاها بمعنى زينها وجملها ومضادها قبحها زهاها الصبا الصبا بمعنى الصغر والحداثة ومضادها الكبر والحسن الحسن المقصود بها الجمال وجمعها المحاسن ومضادها القبح زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر كلمة الحسب بمعنى الشرف والرفعة والمكانة وجمعها الأحساب الحسب الوفر الوفر وهو الكثير والزيادة ومضادها القليل والنقص رويدك إنا في العلا رويدك بمعنى مهلا رويدك بمعنى مهلا أي تأنى لا تتعجل ومضادها أسرع وعجل رويدك إنا في العلا العلا المقصود بها الرفعة والشرف ومضادها الحضيض والوضاعة أيضا رويدك إنا في العلا يوم ننتمي يوم ننتمي بمعنى ننتسب كلانا المقصود بكلمة كلانا هنا المسلم والمسيحي كلانا أبوه النيل أو أمه مصر لنا ذروة المجد ذروة بمعنى قمة وجمعها ذرة ومضادها سفح أو قاع ذروة المجد المجد المقصود بها الشرف والرفعة وجمعها الأمجاد ومضادها الهوان أو الضعة تناسلت كلمة تناسلت بمعنى تواددت والمراد هنا توالت وتتابعت ومضادها عقمت تناسل الولادة والمضاد العقم وهو طبعا عدم القدرة على الإنجاب تناسلت الأحقاب الأحقاب هي الأزمان غير المحددة زمان غير المحدد والمفرد حقب وحقب تناسلت الأحقاب واعتمل الدهر اعتمل بمعنى تغير وتقلب واختلف الدهر وهو الزمان الطويل وجمعها الأدهر والدهور بعد أن تعرفنا على معاني المفردات من الممكن بسهولة طبعا أن نشرح هذه الأبيات الأساس طبعا أن نتعرف على المعاني ومن خلال ترجمة المعاني نستطيع أعزائي الطلاب شرح الأبيات بمنتهى السهولة
يبدأ الشاعر هذا النص أنه أحس بمعاتبة بلده له على طول غربته، فراح يخاطبها معبرا عن جمالها وتاريخها وأمجادها، موضحا قوة العلاقة بين عنصري الأمة وهم المسلمون والمسيحيون، فينتسبون إلى أب واحد هو النيل، كلانا أبوه النيل، وأم واحدة وهي مصر، وأن لنا المجد الذي توالدت تحته الأزمنة والدهور. إذن الأبيات يبدأها الشاعر بمعاتبة مصر له على ابتعاده عنها، فتساءل كيف تنكر مصر حبي لها؟ لكنه سرعان ما التمس لها العذر، فهي صاحبة الحسن والشرف الرفيع، عندما قال زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر. ثم ينتقل في البيت الثاني والثالث، يوجه الشاعر حديثه لمن يحاول التفريق بين عنصري الأمة المصرية، عندما خاطبهم وقال لهم رويدك إن في العلا يوم ننتمي كلانا أبوه النيل أو أمه مصر، قائلا إن مصر صاحبة المجد والرفعة، ونحن جميعا مسلمين ومسيحيين ننتمي إلى أب واحد وهو النيل، وأم واحدة وهي مصر، ونفخر بهذا الانتماء. وفي البيت الثالث، لنا ذروة المجد الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتمر الدهر، يقول ونعيش في قمة المجد الذي توالدت تحته الأزمنة والعصور، وكأن مجد مصر هو المنبع الذي تدفقت منه أمجاد الأمم الأخرى. ننتقل إلى أهم مظاهر الجمال في الأبيات الثلاثة الأولى، ونبدأها بأتنكر ما بي من هواها، أسلوب استفهام غرضه التعجب واللوم لعدم معرفة مصر ما في قلبه من حب لها. ما بي، ما هنا موصولة للعموم والشمول، أتنكر ما بي من هواها، لها العذر، العذر أسلوب توكيد، أو يسمى هنا أسلوب قصر للتخصيص والتوكيد، والوسيلة هنا تقديم الجر والمجرور لها على المبتدأ، هنا قدمنا الخبر على المبتدأ، شبه الجملة هنا من الجر والمجرور خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر، ومن وسائل القصر أو التوكيد هنا تقديم الجار والمجرور. زهاها الصبا والحسن، تصوير للصبا، تصوير للصبا والحسن والحسب بشيء مادي جميل يجمل وجه مصر. زهاها الصبا والحسن والحسب الوافر، وتصوير لمصر بفتاة تتجمل. هنا أعزائي الطلاب تصوير مركب، فهو صور مصر بفتاة تتجمل، وصور أيضا الصبا والحسن والحسب بأدوات تجملها، وهذا يوعي بروعة مصر وعظمتها وإعجاب الشاعر بها. هذه الجزئية فيها تصوير مركب، تصوير لمصر نفسها بالفتاة التي تتزين بالشباب والجمال، وتصوير الصبا والحسن والحسب بشيء مادي جميل يجمل وجه مصر. أيضا هناك تجانس لفظي بين لفظتي الحسن والحسب، تجانس لفظي يعطي جرسا موسيقيا جميلا. الصبا والحسن والحسب الوافر، تعدد العطف يدل على تعدد الصفات الحسنة التي تتصف بها مصر. وأيضا الجزئية الأخيرة العذر،
الحسب الوفر تعبير يدل على أصالة الشعب المصري وعظمته. قلنا أن الحسب والحسن بينهما تجانس لفظي يعطي نغمة موسيقية جميلة. ننتقل إلى البيت الثاني، رويدك. رويدك هنا أسلوب أمر غرضه التمني. رويدك إنا في العلا، إنا في العلا أسلوب مؤكد بإن، يدل على عظمة الشعب المصري. كان أبوه النيل أو أمه مصر. من أهم الصور الجميلة في هذا النص هذه العبارة، كان أبوه النيل أو أمه مصر، تعبير جميل يدل على وحدة الشعب المصري. وهناك أكثر من تصوير، فأبوه النيل تصوير للنيل بأب لكل المصريين، أمه مصر تصوير لمصر بأم لكل المصريين، وهو يوحي بقوة الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في مصر. لنا ذروة المجد. كما تحدثنا سابقا عندما نبدأ الجملة بجر ومجرور فنسميه هنا أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد، كما سبق وأن تحدثنا في البيت السابق وقلنا أن تقديم الجار والمجرور هنا تقديم الخبر، الخبر مقدم على المبتدأ، في هذه الحالة أيضا يسمى أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد. وصور المجد بقمة عالية لا يملكها إلا المصريون، كما قلنا سابقا لها العذر نفس الكلام، قلنا أنه أسلوب قصر عندما قدم الجار والمجرور على المبتدأ. لنا ذروة المجد الذي تحت ظله. المجد تحت ظله، هل المجد له ظل؟ بالطبع لا، فهنا تصوير جميل للمجد في الشجرة الوارفة الأوراق والأغصان، الوارفة بمعنى كثيرة الأوراق والأغصان. تناسلت الأحقاب، التناسل هي الولادة، وهنا تصوير أيضا جميل للأحقاب بإنسان يتناسل، تصوير للأحقاب بإنسان يتناسل أو كائنات حية عموما تتناسل، لأن التناسل على العموم طبعا خاص بجميع الكائنات الحية وليس الإنسان فقط. ننتقل إلى الفكرة الثانية بعنوان أسس بناء مصر. البيت الرابع، وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا فموسى على ما أنكروا شاهد بر. بنينا على آداب عيسى وأحمد منازل عز دونها يقع النسر. فنحن على الإنجيل والذكر أمة يؤيدها الإنجيل في الحق والذكر. ننتقل إلى معاني المفردات. وإن أنكروا، معنى كلمة أنكروا، أنكروا هنا أعزائي الطلاب بمعنى جحدوا أو تجاهلوا، ومضادها تداركوا أو اعترفوا. وإن أنكروا ملك ابن يعقوب، الملك هنا هو الحكم جمعها أملاك، ابن يعقوب المقصود به سيدنا يوسف عليه السلام الذي عاش في مصر ووصل إلى منصب عزيز مصر أي وزير ماليتها. وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا فموسى على ما أنكروا شاهد، كلمة شاهد هنا بمعنى دليل،
شاهد بمعنى دليل، وتجمع على شهود وأشهاد وشهاد. شاهد بر، شاهد بر بمعنى شاهد صادق. والجمع أبرار، ومضادها كاذب. بنينا على آداب عيسى. بنينا هنا بمعنى أسسنا وشيدنا، والمراد هنا سرنا على منهج الله الذي جاء به سيدنا عيسى المسيح. بنينا على آداب عيسى. آداب بمعنى مبادئ وقيم وتعاليم، ومفردها أدب. بنينا على آداب عيسى وأحمد منازل عز. كلمة منازل هنا بمعنى مراتب ومكانات، مفردها منزلة. منازل عز، منازل شرف، منازل قوة، ومضادها ذل. منازل عز دونها أي تحتها يقع النصر. النصر هي مجموعة من النجوم معروفة بمشاهباتها للنصر، والجامع النصور. فنحن على الإنجيل والذكر. طبعا الإنجيل أعزائي الطلاب هو الكتاب المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام، وهي كلمة أصلها يوناني. أما الذكر فهي القرآن الكريم المنزل على سيدنا محمد، والجمع أذكار، جمع كلمة الذكر أذكار، وجمع كلمة الإنجيل أناجيل. فنحن على الإنجيل والذكر أمة. كلمة أمة بمعنى جماعة من الناس، وجمعها أمم. يؤيدها، يقويها، ويدعمها، ويساندها. ومضادها يضعفها أو يخزلها أو يعارضها. يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر. بعد أن تعرفنا على معاني المفردات، ننتقل إلى شرح الأبيات الثلاثة من الخامس إلى من الرابع إلى السادس، البيت الرابع والبيت الخامس والبيت السادس. يقول الشاعر: ولو أنكر الحاقدون ملك يوسف عليه السلام لمصر، فإنهم لن يستطيعوا أن ينكروا دور مصر في نشأة سيدنا موسى عليه السلام، فهو يشهد لها بالمنزلة الرفيعة عند الله تعالى. إذن إن أنكر بعض الحاقدين في البيت الرابع، وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا، فموسى على ما أنكروا شاهد بر. أي الشاعر يقول: إن أنكر بعض الحاقدين إقامة نبي الله يوسف عليه السلام بمصر ودوره فيها، فلن يستطيع تجاهل دور مصر في تنشئة موسى عليه السلام، وهو خير شاهد على عظمة مكانتها. إذن مكانة ومنزلة مصر رفيعة جدا، عاش بها أنبياء الله سيدنا يوسف وسيدنا موسى. هؤلاء الأنبياء الذين يشهدوا على عظمة مصر ومكانتها الرفيعة. البيت الخامس: بنينا على آداب عيسى وأحمد منازل عز دونها يقع النصر. أيوة، نحن المصريين وصلنا إلى مكانتنا العظيمة انطلاقا من قيم ومبادئ وتعاليم عيسى ومحمد. تلك المكانة يتضاءل أمامها كل عظيم. أسس المصريون منازلهم وربوا أنفسهم على شرع الله وأخلاق أنبيائه. عيسى نبي المسيحيين، سيدنا محمد نبي المسلمين عليهما الصلاة والسلام. فأصبح لها مكانة عالية لا يستطيع أحد أن يصل إليها. مكانة، إذن نواصل الحديث عن مكانة مصر العظيمة عندما تحدثنا في البيت السابق عن إقامة سيدنا يوسف ودور مصر في تنشئة سيدنا موسى. نتحدث أيضا في هذا البيت على أن المصريين ربوا أنفسهم على شرع الله وأخلاق أنبيائه،
عيسى ومحمد مسيحيين ومسلمين، فأصبح لها مكانة عالية لا يستطيع أحد أن يصل إليها. ننتقل إلى البيت السادس، فنحن على الإنجيل والذكر أمة يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر. ما معنى هذا الكلام؟ يبين الشاعر أسباب وصول مصر إلى هذه المكانة العالية، وذلك لأن أهلها متمسكون بدينهم وكتبهم المقدسة، القرآن الكريم بالنسبة للمسلمين، والإنجيل المقدس بالنسبة للمسيحيين. إذن نحن المسلمين والمسيحيين أمة وحدها القرآن والإنجيل على الحق. خلاصة هذا البيت: المسلمون والمسيحيون أمة وحدها القرآن والإنجيل على الحق، الكتب السماوية المقدسة التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه. ننتقل إلى أهم مظاهر الجمال في الأبيات الرابع والخامس والسادس. فموسى على ما أنكروا شاهد بر، تعبير يدل على مقدار ما كانت مصر عند الله عز وجل. ووصف شاهد ببر، وصف شاهد ببر يؤكد صدق الشهادة وعلو مكان سيدنا موسى في نفوسنا. وأيضا تنكير كلمة بر هنا للتعظيم، تنكير بر هنا للتعظيم. بنينا على آداب عيسى وأحمد، تصوير لآداب عيسى وأحمد بأرض يبني عليها المصريون حضارتهم، وهذا يوحي بقوة البناء وسمو الآداب. وإضافة الآداب إلى عيسى وأحمد تدل على سمو هذه الآداب وعلو قيمته. طبعا كلمة أحمد هنا المقصود بها هنا سيدنا محمد، فهو أحمد ومحمد ومحمود، كل هذه المشتقات هي اسم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. دونها يقع النسر، تعبير يدل على سمو مكانة مصر وارتفاع مجدها. منازل، كلمة منازل هنا جاءت جمعا للعموم والشمول، وأيضا تدل على الكثرة، منازل عز. يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر، تصوير للإنجيل والقرآن بشخصين يساندان مصر ويساعدانها في إثبات مكانتها أمام الحاقدين، وهو أيضا تعبير يدل على شرف مصر ومجدها العريق. تكرار الإنجيل والذكر يوحي بأن الشعب المصري متدين بطبعه. أنتقل إلى الأبيات الثلاثة الأخيرة، قوة أبناء مصر واتحادهم، قوة أبناء مصر واتحادهم، البيت السابع والثامن والتاسع، الأبيات الأخيرة في هذا النص. كما قلنا مرارا وتكرارا، هذا النص حفظ أعزائي الطلاب، فركزوا واسمعوا لقراءة جيدا حتى تستطيعوا حفظه بمشيئة الله تعالى. البيت السابع والثامن والتاسع: فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا، وإن جر قوم بالسعاية ما جروا، إذا ما دعت مصر إليها ابنها، نهض لنجدتها سيان مرقس أو عمرو. ألم ترنا في كل عيد وموسم حريفي ولاء، لا جفاء ولا هجر.
إلى اللغويات أو المفردات فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا، لن تستطيع أي لن تقدر، ومضادها تعجز. تفريق بمعنى تشتيت، ومضادها توحيد وتجميع. فلن تستطيع الدهر التفريق بيننا، وإن جر، كلمة جر أي ارتكب وحاول وأذنب، مقصود بها طبعا حاول هنا. وإن جر قوم بالسعاية، مقصود بالسعاية الوشاية والنميمة والوقيعة، وجمعها السعايات. إن جر قوم بالسعاية ما جروا، إذا ما دعت، دعت هنا بمعنى طلبت العون واستنجدت. إذا ما دعت مصر إليها ابنها نهض، كلمة نهض أي قام نشيطا ومسرعا، ومضادها تخاذل وتكاسل وقعد. نهض لنجدتها، كلمة نجدتها بمعنى نصرتها وإغاثتها وإنقاذها، والمضاد خذلانها. سيان، كلمة سيان بمعنى متساويان، وهي مثنى المفرد منها سي والجمع أسواء. طبعا مضاد متساويان متفاوتان أو مختلفان. سيان مرقس أو عمرو، مرقس طبعا هو اسم من أسماء المسيحية الشهيرة، وعمرو هو اسم من أسماء الإسلامية. البيت الأخير، ألم ترنا في كل عيد وموسم، موسم وهو المجتمع الكثير من الناس، والجمع مواسم. حليفي، حليفي مثنى بمعنى متعاهدين، وحذفت النون هنا للإضافة. حليفي متعاهدين، ومضادها طبعا متعاديين، والمفرد حليف، قلنا أن الكلمة مثنى فلها مفرد ولها جمع، المفرد حليف والجمع حلفاء. حليفي ولاء، معنى كلمة ولاء بمعنى نصرة ومحبة وإخلاص وقرابة، ومضادها كره. حليفي ولاء لا جفاء، جفاء بمعنى قطيعة أو خصام أو ترك أو بعد، كلها معاني صحيحة أعزائي الطلاب، ومضادها مودة. لا جفاء ولا هجر، كلمة هجر هنا بمعنى قطيعة، ومضادها وصل. بعد أن تعرفنا على معاني المفردات، نستطيع الآن شرح هذه الأبيات. الشاعر في البيت السابع عندما يقول لن تستطيع الدهر تفريق بيننا وإن جر قوم بالسعاية ما جروا، أي أنه يقول ولن تستطيع أيها العدو، يا من تحاول أن تفرق بيننا، لن تستطيع أبدا الدهر أن تفرق بيننا، مهما حاول الوشاة، النمامون الذين يريدون الوقيعة لن يستطيعوا مهما حاولوا النيل من وحدتنا، فلن يستطيعوا التفريق بيننا. هذا هو معنى البيت السابع. البيت الثامن، إذا ما دعت مصر إليها ابنها نهض لنجدتها سيان مرقس أو عمرو، أي فمصر متى دعت ابنها لنصرتها نهض مسرعا للدفاع عنه. لا فرق في ذلك بين مرقس المسيحي وعمرو المسلم، أي عندما تحتاج مصر أبنائها تجد الكل يلبي، لا فرق في الدين هنا. الإسلام المسلم والمسيحي يستجيبون سريعا لنداء الوطن. إذن هناك وحدة وطنية، لا يوجد فرق بين المسلم والمسيحي. البيت الأخير، البيت التاسع، ألم ترنا في كل عيد وموسم حليفي ولاء لا جفاء ولا هجر،
ونحن دائما متحالفون، وخاصة في أعيادنا ومواسمنا نعيش متحابين متعاهدين دون خصام أو قطيع. وهذا الأمر متعارف عليه أعزائي الطلاب، دائما في أعيادنا أعياد المسلمين تجد إخواننا المسيحيين يسرعون بالتهنئة، والعكس طبعا صحيح أيضا عندما تكون هناك مناسبات وأعياد لإخواننا المسيحيين تجدنا دائما مسرعين في تهنئتهم وزيارتهم. وهذه هي روح الوحدة الوطنية الموجودة بين المصريين. ننتقل إلى مظاهر الجمال في الأبيات الثلاثة الأخيرة. فلن تستطيع الدهر، لن تستطيع الدهر، هنا أسلوب نفي يدل على قوة الروابط بين أبناء الأمة. أسلوب نفي يدل على وحدة الروابط بين أبناء الأمة، يعني هنا صلابة الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين وقوة الروابط بينهم. وإن جر قوم بالسعاية ما جروا، تعبير جميل يبرز تعدد محاولات الأعداء للقضاء على الوحدة الوطنية في مصر ومدى فشلها. أيضا جاءت كلمة قوم هنا نكرة لتفيد العموم والشمول. إن جر قوم بالسعاية، أيضا تقديم الجر والمجرور كما سبق وقلناها مرارا وتكرارا أسلوب توكيد أو أسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص. إذا ما دعت مصر إليها ابنها، دعت مصر، تصوير مصر بالأم التي تستنجد بأبنائها ليحموها. التعبير بإذا الشرطية يفيد التحقق والتأكيد، طبعا هناك أدوات شرط تفيد الشك مثل إن مثلا، ولكن هنا إذا تفيد التحقيق والتأكد. ابنها طبعا التعبير من المفرد يدل على شدة الترابط بين أبناء مصر وكأنهم شخص واحد، عندما تحدثنا بالابن هنا بصيغة المفرد وكأن كل أبناء مصر شخص واحد، لا فرق هنا بين المسلم والمسيحي. نهضة لنجدتها، تعبير جميل يدل على سرعة الاستجابة لنداء الوطن أو لنصرة الوطن. وأيضا نهضة علاقته بما قبله نتيجة، علاقة نهضة بما قبله نتيجة. نهضة لنجدتها، سيان مرقس أو عمرو، تعبير جميل يدل على قوة الانتماء الوطني عند المسلمين والمسيحيين. عندما نجمع بين اسم مرقس وعمر فهو التعبير يدل على قوة الانتماء للوطن عند كل من المسلمين والمسيحيين. ألم ترى، ألم ترنا في كل عيد وموسم، أسلوب استفهام غرضه التقرير، ويدل على قوة الروابط بين عنصري الأمة. عيد وموسم جاءتا نكرتين للعموم والشمول، والعطف أفاد الكثرة، أي أن الأعياد والمواسم كثيرة، فجاءت نكرات هنا للعموم والشمول، لم نحدد عيد معين أو موسم معين، جميع الأعياد والمواسم نكون فيها مترابطين ومتحابين ونتبادل التهاني. لا جفاء ولا هجر، بينهما ترادف، قلنا اللفظين جفاء وهجر معنى قطيعة وخصام، فهنا ترادف للتوكيد على المحبة بين المسلمين والمسيحيين. ولاء وجفاء هنا المعنى مختلف، فبينهما تضاد يوضح المعنى ويقويه، وتكرار النفي هنا يفيد التوكيد. تنتقل إلى تدريبات على الأبيات. لنا ذروة المجد الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتمل الدهر
وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا فموسى على ما أنكروا شاهد بره، بنينا على آداب عيسى وأحمد منازل عز دونها يقع النسر. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي. تخير الإجابة الصحيحة فيما بين القوسين فيما يأتي. مرادف ذروة، هناك أربع اختيارات، هناك أربع اختيارات لكلمة ذروة. الاختيار الأول فوق أم قمة أم أول أم وسط. ذروة الشيء هي أعلى شيء فيه، أعلى شيء بمعنى قمة، يبقى الإجابة الصحيحة هنا إيه؟ قمة. مقابل أنكروا، كلمة مقابل هنا يعني مضاد، حتى طبعا عندما تأتينا في سؤال أعزائي الطلاب كلمة مقابل بمعنى مضاد يعني عكس، خلاص. فمقابل كلمة أنكروا أيضا هناك أربع اختيارات: شكروا، تكاسلوا، اعترفوا، جهلوا. طبعا هنا الإنكار عكسه إيه على طول كده يا أولاد؟ ها الإنكار عكسه، تمام، عكسه الاعتراف. أنكرت الشيء يبقى عكسه أعترف، يعني أقر وأعترف بهذا الشيء، يبقى مضادها كلمة اعترفوا. ننتقل إلى أسئلة المقالية. ينتسب المصريون إلى أصل واحد، وضح ذلك. ينتسب المصريون إلى أصل واحد، وضح ذلك طبعا من خلال الأبيات. حيث ينتمون جميعا مسلمون ومسيحيون إلى أب واحد وهو النيل، وأم واحدة وهي مصر. نفهم هذا الكلام من الجملة الشهيرة: كلانا أبوه النيل أو أمه مصر. ماذا ينكر الحاقدون وبما رد عليهم الشاعر؟ أيضا من خلال الأبيات: وإن أنكروا ملك ابن يعقوب، ها يبقى أنكروا إيه؟ أنكروا إقامة نبي الله يوسف ابن يعقوب اللي هو سيدنا يوسف عليه السلام بمصر ودوره فيها. بما رد عليهم الشاعر بأنهم لن يستطيعوا تجاهل دور مصر في تنشئة موسى عليه السلام، فهو خير شاهد على عظمة مكانة مصر. وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا فموسى على ما أنكروا شاهد بر. إذن الكلام ده موجود في البيت الرابع، يعني إجابة هذا السؤال موجودة في البيت الرابع. دال تحت ظله تناسلت الأحقاب. بما صور الأحقاب في هذا البيت؟ لفظ تناسلت بمعنى توالدت. إذن الصورة الجميلة هنا أعزائي الطلاب تصوير للأحقاب بكائنات حية تتناسل. إلى هنا نكون وصلنا معكم أعزائي الطلاب إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في دروس أخرى قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.